لكن سيد سليمان في أي إطار تقرأ نفي حزب الله مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ التي أطلقت من لبنان؟ أنا سوف أرد ما رد الإعلام الإسرائيلي على هذا السؤال الذي وجه قبل قليل إلى العديد من الصحفيين الإسرائيليين. قالوا أن إمكانيات الحزب أكبر من هيك بكثير، وحقيقة هي أكبر من هذا بكثير، وأن الصواريخ التي استخدمت ربما هي تعتبر أقل صواريخ موجودة في السوق. بالمناسبة الإعلام الصهيوني تحدث عن كاتيوشا وجراد أطلقت من نعم. نعم، وتكلم أن مداها لا يتجاوز 30 كيلومتر وأنها قد ضربت من مناطق قريبة من الحدود. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يتكلم أن إمكانيات الحزب أكبر بكثير، لكن دعني أقول شيء. العدو الإسرائيلي له أعداء كثر بسبب سياساته وقتله. أكان الفلسطينيين في لبنان ويحق لهم أن يقاوموا، فهؤلاء مهجرون وهؤلاء بالأصل انتقلوا لمرحلة اللجوء إلى مرحلة القتال. أكان حزب الله أو اللبنانيين، وأنا باعتقادي أن بينهم وبين الاحتلال حربا طويلة أسفرت بمرحلة من المراحل على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. لو أردنا أن نتكلم ماذا يفعل في سوريا، قصف مطار حلب قبل أيام، قصف مطار دمشق قبل أشهر، فيوجد له أعداء كثر، وممكن أن تجد من السوريين أيضا من يستعد أن ينفذ عمليات إطلاق صواريخ ضد الاحتلال، أكان بتوجيه من النظام أو باندفاعية خاصة دعنا نسميها، بإمكانيات تشكيل شيء يؤلم الاحتلال. لأنه استمرار قصفه في الشمال، أكان بقصف مناطق البقاع أو المناطق الحدودية أو قصف سوريا، لا أعتقد أنه سوف يستمر دون أن يجد حلاً، أو يجد السوريين حلا أو حزب الله أو إيرانيين حلا لهذا الموضوع. ربما يكون بشكل صواريخ لكن إمكانياتهم أكبر بكثير، أو بشكل مقاومة فلسطينية رفع أو مساهمة أو تخفيف الضغط على مناطق هنا. نعم سيد. ويساعد في ذلك.